حضرتك كل سنه وحضرتك طيب عيد ميلاد الطلمبة. سيبوا الحمار ده واعطوا لي الحمار اللي هنا. هنكشف على حضرتك كورونا اهي حمرا. اسمك يا كارل حضرتك ايه؟ يا اخي ما قلت لك انا نايم يا اخي ما قلت لك انا نايم انا وين اهي رامز جلال نجم اليوتيوب ده واد شقي وكمان محبوب رامز جلال رامز جلال وفي ايه وانت مش جيتي هنا من سنتين اجهز يا شيخ الحارة أفضل مسلسل كوميدي وأسوأ مسلسل كوميدي مسلسل كوميدي ممكن يكون بميت وش بتاع نيلي كريم ده الأفضل أنا شايف إن هو يعني عشان هي جددت بس فده الدور واللون ده لايق عليها جدا بس لكن أسوأ مسلسل ممكن يكون مثلا ما لا ما فيش حاجة يعني لا فالنتينو هو كويس جدا لا استاذ عادل امام فنان كويس جدا هو كوميدي طول عمره بس بصراحه ما فيش حاجه كويسه يعني اسوأ برنامج ايه وافضل برنامج ايه والله البرامج كلها حلوه ما فيش اسوأ بامانه يعني كلها لا ما فيش حاجه اسوأ يعني كلها برامج حلوه وتمام التمام يعني افضل برنامج بشوف البرنامج بتاع استاذ عمرو اديب كويس أسوأ برنامج ممكن في برامج بتبقى على قنوات يعني رياضية فبتعجبنيش لا ممكن شيخ الحارة أفضل برنامج ما اتفرجتش على برامج الصراحة ممكن أغلب السقة يغلب السقة أفضل أسوأ ما أعرفش أفضل برنامج برنامج كريزي تاكسي أسوأ برنامج أعتقد رامز والله أنا البرنامج الوحيد بفرج عليه هو بتاع رامز طبعا رامز أفضل ولا أسوأ؟ لا ده أفضل بالنسبة أنا بيضحكني أنا بالنسبة أنا كوميدي بالنسبة بقى للأسوأ هو مش أسوأ بالنسبة أسوأ بس يعني زي بتاع السقة ده مثلا المذيعة دي أنا مش قابلها فيها أفلامي بالبرنامج كله ففرجش على البرنامج من خالص بس وتصوت وبتاع بس افضل برنامج شيخ الحارة مع انس الدغيدي هو بصراحه جميل جدا برضو اسوأ برنامج انا برضو ما تابعتش بس بتابع كويس بس هو يعني حاجات كلها لطيفه السنه دي افضل برنامج هو رامز ما فيش غيره ما مش متابعين غيره مصر كلها العالم كله متابع رامز رامز هو أسوأ برنامج رامز طبعا طبعا رامز افضل برنامج برضو بصراحة عشان ما مش متابع قوي بس رامز هو برنامج يعني هو حلو ووحش في نفس الوقت حلو بالنسبة لنا حاجة جمهور ان احنا نفسنا نشوف رد فعل الجمهور لما مثلا يتخضى او حاجة ووحش اللي هو بيعمله في الجمهور هو بيأفور معهم شوية بس بالنسبة للموضوع اللي هو بتاع دكتورة نازي الدغيدي وكده فالصراحة أنا ما بحبوش البرنامج من أيام لما كانت لسه بسمة وهبة ما بحبوش أسوأ برنامج حاليا الصراحة رامز ما بتابع فيه كام حلقة بس اللي عجبني مش قوي السنة دي مش قوي يعني بس ده أسوأ برنامج يعني لا حاليا لا لا هو البرامج اتفرجش عليها كتير غير برنامج رامز بس لا هو برنامج رامز حلو بس هو كان افضل برنامج بالنسبه لي اللي هو اغلب السقه اسوأ برنامج اللي هو بتاع رامز لا هو مش حوار مش عاجبني ان هو الناس تيجي ويهزقها ويهينها فده حاجه بتبقى مش حلوه بس اسوأ برنامج اللي هو ايه بتاع الراجل اللي هو ايه بيقول لك انا معد ها مراسل بالصدفه ده خلى الشعب مش عاوز حتى يبص للتلفزيون نهائي أسوأ برنامج